اللالوزة وشاف مهدي بعد ما داقوا وميزوا راحين يرتبوا هاد المشموم تاع القنيدلات من المليح للمخير. تفضلوا. في ميزكم وش من مشموم قنيدلات راح يعجب لجنة التحكيم؟ اللالوزة أشكون يستهل المرتبة الثامنة؟ الثامنة بعد اللي كنت قدامها هادي، شكون دار هادي؟ شيف مهدي، شكون يستهل المرتبة السابعة؟ شكون اللي دار هادي؟ هاجر، واش درت لنا هاجر؟ لالوزة نعم قولي لنا شكون راهي ولا راح في المرتبة السادسة؟ السادسة هاد المرتبة من نصيب سمية. غزلان في المرتبة الخامسة. في المرتبة الرابعة رفيق. شاف مهدي على بالنا بلي وحدة، شكون راهي في المرتبة الثالثة؟ شكون اللي دار هذه؟ مروه. برافو. ساشون في لا بروميير فوا درتهم. الله يبارك. قعدوا زوج متنافسات، ليندا اللي نجحت المره اللي فاتت من المقيرط، وهند اللي كانت فلوب وبالك هي طامعه تولي توب. يا درا لالوزة نعم شكون راهي في المرتبه الاولى؟ المرتبه الاولى شكون اللي دارت هذه؟ ليندا. هذا راح يحفزني باش نجي نزيد نخدم اكثر، وان شاء الله يا ربي بوركوا با افوار لو كود كور تاع لو شيف. يعطيك الصحه ليندا، دقنا لوغو تاع القنيدلات حاضرين، اللي لازم لكم تتعلموا مليح الحلويات التقليديه تاعنا. على بالنا يبروفوا على القنيدلات فريمون واعرين، لكن ديروا لها قيمه الحلويات التقليديه تاعنا وعليوا فيها ان شاء الله. يعطيكم الصحه. هند برافو. فلوب ولا دوزيام بوزيسيون ما شاء الله.